ويسعد صباحك يا عماد. صباح الخير والعافية، صباح الجمال من مدينة الموصل، من مدينة الأنبياء، من مدينة الانتصارات. إذا نقول صباح الخير لكل المحافظات العراقية، نقول صباح الخير للبصرة ولدهوك وللأنبار ولبغداد ولكل المحافظات العراقية، وأيضا إلى بغداد الحبيبة. أنا الآن سوق تحت المنارة، وبالمصطاوي نقول سوق تحت البناغة، بهذه اللهجة المصطاوية أتحدث معكم. نعم، هذا السوق طبعا يعود إلى تقريبا ما يقارب أكثر من 300 عام. هو مرتبط بالتحديد بجامع الأغوات أو مسجد الأغوات، هذا الجامع اللي يعتبر أيضا من الطراز التاريخي والتراثي. هو الآن تحت إعادة الإعمار والترميم من قبل الوقف وأيضا من قبل دائرة الآثار والتراث. أيضا سوف نوافيكم إن شاء الله بتقرير لاحق عن هذا الجامع الذي لا يختلف عن باقي الجوامع المهمة والتاريخية في مدينة الموصل. سوق تحت البنارة مثل ما تفضلت في البداية له ثلاث مداخل، مداخل مهمة، هو المدخل الرئيسي اللي يطل على نهر دجلة وجسر العتيق، وأيضا هو المدخل في على يميني اللي هو يأتي من منطقة الكورنيش، والمدخل اللي على يساري هو يأتي من يعني من منطقة الميدان ومن سوق الميدان. جمالية هذا السوق أنه فيه الكثير من النكهات التراثية والتاريخية لهذا السوق. عمق هذا السوق عمق تاريخي. أنا الآن في وسط مثلث هذا السوق بالتحديد، يعني هناك سوق النجارين، وأقصد بها النجارين يعني صناعة الأدوات الخاصة بالزراعة. أهالي الموصل وأهالي القرى والأرياف كانوا في مدينة الموصل، ولا زالوا يأتون في الصباح الباكر يأخذون هذه الأدوات الخاصة بالزراعة. وكذلك أيضا سوق الحدادين، أيضا تقريبا نفس الصناعات المهمة، بالإضافة إلى هناك صناعات كثيرة. وحسب معلوماتي أن هناك الصناعات تصل إلى ما يقارب 26 صناعة يدوية وحرف يدوية داخل هذا السوق البسيط. طبعا أنا راح يكون معي أحد الحد دادين. نقول السلام عليكم وصبحك الله بالخير. الله بالخير، هلا بيك. هل تسمع منك شيء عن هذا السوق؟ والله هذا السوق صار له تقريبا 300 سنة، وهذا سوق قديم كثير قديم، والحمد لله عن اشتغل بيها سكاكير وبلطات وكل شيء على اشتغل بيها. هذا السوق تدمر في أثناء التحرير، ويعني مع التحرير تدمر بالكامل، ولكن اليوم أريد أرجع أتحدثني عن عودة هذا السوق شون؟ والله نحن عدنا وبنينا على دعال بناء، نحن بيدنا، لا الحكومة طعدنا ولا عوضتنا، والحمد لله عن شوية شوية وعن سيق إن شاء الله. زين، السوق من ساعة قد يفتح إن شاء الله؟ والله تقريبا يفتح بالستة ويعز تقريبا بالخمسة ونص. إذا هذا أحد الأشخاص اللي داخل هذا السوق. طبعا من 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 جمال الصدفة ومن محاسن الصدفة، هناك أحد الأبطال الرياضيين هو البطل طلال حسون، الذي حصل على ميداليات ذهبية ويعني له باع كبير في الرياضة وفي رفع الأثقال. كابتن طلال صباح الخير. صباح الخير، أريد أسمع منك كلمة بهذه المناسبة وصبحك الله بالخير. يعني هو حاليا يعني زاول عمله مهنة الحدادة، هذا الرجل معروف على مستوى الوطن العربي ومعروف على مستوى مدينة الموصل والعراق. صباح الخير كابتن. نعم صباح الخير. هلا هلا مرحبا يا هلا. الحمد لله. كابتن أريد أسمع منك شوية عن هذا السوق قبل نتحدث عن الرياضة. والله هذا السوق عمره 800 سنة، كان يحتوي على 40-50 حداد، واللي يجلون المواعين الصفر، كان اكو مواعين صفر ما كان اكو فافون وبلول، يجلوهم هنا كان تقريبا 10-15 واحد هنا، وحدادين مثلنا تقريبا 40 واحد، يعني من تفوت من هنا ما تسمع، اذا يمك واحد تحكي معاه ما تسمعه، بس اسمع اصوات المطرقه. ويجوا لك اهل القرى واهل الشمال واهل الجنوب، كله تجي هنا المركز مال المدينه هنا مال الحداده. هذا السوق حدادة للبيت وللزراعة وللبناء، جميع أنواع الحاجة الموصلية موجودة في هذا السوق. يعني هي صناعات تقليدية تعتبر؟ صناعات تقليدية بس صناعات جيدة يعني. السعودية جاء صيني نزلها شوية. بس لحد الآن أنتم صناعتكم مرغوبة؟ صناعتنا مرغوبة 100%، يعني الشكوش اللي نعمله هنا يقاوم 5 سنين 4 سنين، الشكوش اللي يجي من الصين ما يقاوم أسبوعين. نعم.
كابتن نقول لك صبحك الله بالخير والعافيه ان شاء الله، وشكرا لتواجدك معنا في هذه الجوله الصباحيه. اذا احبتي مشاهدي العراقيه الفضائيه متواصلين في هذه التغطيه وهذه الجوله الصباحيه، يعني خلي اتحدث شويه عن تواجد الناس في هذا السوق. مثل ما تفضل احد الاخوه انه الساعه 6 صباحا يبدا افتتاح هذا السوق وينتهي في الساعه 5 عصرا، ولكن هناك بعض المطاعم اللي موجوده يعني بجانب السوق، هذه المطاعم تبقى على مدار 24 ساعة، طبعا مطاعم شعبية تقليدية تبقى على مدار 24 ساعة. يعني نحن شوية وغنا بسوق الحدادين أكثر من باقي الأسواق، ولكن هو السوق الرئيسي وسوق تحت البناغة باللغة الداجرة باللغة المصطاوية، يبقى سوق تحت البناغة أي سوق تحت المنارة. إذا مثل ما تحدثنا في البداية هناك الكثير من الأمور الجميلة في أسواق مدينة الموصل. هذا المربع المهم جدا وهو يعتبر من ضمن سوق باب الصراي اللي يمتلك العديد من الأسواق المهمة والأسواق الشعبية، ومثل ما تحدث الكابتن طلال هناك بعض الحرف اليدوية اللي ما زالت يعني مهمة وتتواجد في كل من منازل مدينة الرص، مثل يعني هناك بعض الأواني الفخارية، الحب، الشربة، بعض الأواني الفخارية اللي ما زالت أهالي مدينة الموصل يعني يحبوها ويستخدموها. طبعا احنا نشكرك على هذه الجوله، فرصه من خلال كاميراتنا انه شاهدنا مواطنين في مدينه الموصل هم يفتتحون صباحهم بهذا العمل الدؤوب. نتمنى الخير لكل مواطنينا بكل مكان. عفوا، شكرا لك عماد.